عسلام. على رأيك صباح الخير. صفا صفا الحمد لله لاباس عايش كنتي صفا الحمد لله. بي شنو طموح الشباب بعد القرارات هذه؟ والله طموح الشباب بعد القرارات هذه ساعة كشباب يتقسم كل شباب وطموحه. يعني انا باش نحكي على روحي ونحكي على نسبه كبيره من الشباب اللي في تونس اللي هو يمثلني ونمثله، فهمتني كيفاش؟ اللي هو نفس الطموح اللي هو بعض القرارات هذيا وقبل القرارات كيف طموح الشباب بالنسبه للشباب لهنا في تونس. الشباب قبل القرارات كان ماهوش متفائل، بعد القرارات كيفاش ولا؟ الشباب قبل القرارات كان مش متفائل، وبعد القرارات واحد كيفي انا زاد ما زلت مانيش متفائل، خاطر بعض القرارات هذيا سمعنا برشا حديث وبرشا، اما الحديث هذايا والسرقه والسياسه وما نعرف شنيا، حتى كي تبدلت القرارات ما سمعنا حتى واحد يدافع على الشباب في السياسيين وفي حتى من رئيس الدوله بيدو هو اللي انتخبوا الشباب، فهمتني؟ اللي هو حطوا رئيس نورمالمون بنسبه 90% شباب هو اللي خليه باش يكون رئيس، اللي هو توا ما حكاش على الشباب جمله، كالعاده شباب قاري وبطال، وكان خدمت بتمشي تخدم باش تخدم اي خدمه او كجوست انت تتقايد في بيرو شغل اللي انت ما عادش بطال، خاطر هما باش يصدقوا عليك 150,000 وما على بالهم الخدمه اللي باش تخدمها باش تخلص 100,000 ولا 50,000 ولا ما نعرف شنو، اللي هي ما تنجمش مش تعيش بها، ما تنجمش حتى باش تلبس بها ما تنجمش، يعني جوست باش تاكل شويه شويه زاد ماكش باش تاكل برشا ماكش تفرهد برشا، فهمت كيفاش؟ يعني بالنسبة للشباب أنا واحد من الناس، واحد من الشباب هذا الكل. كيفاش يرى روحو الشباب توا؟ توا الشباب كيف؟ في المستقبل. مازال ماهوش يرى في روحه حتى شيء. أنت شنو هي الهدف اللي عندك؟ أنا الهدف اللي عندي أنا بور لو مومون مادامني مازلت ما ريت حتى شيء، الهدف اللي عندي كوني أنا نخرج من تونس، فهمتني كيفاش؟ حتى ما نعرفش. علاش؟ خاطر نشوف اللي لهنا ما عندي حتى شيء، ما عندي حتى مستقبل. شنو تنجم تعمل كي تخرج؟ تخدم لهنا بار اكزومبل، حتى كي باش تدخل تخدم في تاتيك ولا في، يعني باش تدخل تخدم في قاري، انا قاري يعني نحكي معاك، يعني مش هكاك نحكي معاك بدبلوماتي وباك نتاعي وجوي بيه، يعني فهمت كيفاه؟ مانيش نحكي هكاك ونحكي لك على خدمه تاتيك، نحكي معاك يعني قاري وصاب في برشا حاجات وما لقيتش خدمه. ما تلقاش، ما توصلش حتى باش تعدي. هل انه انت ما لقيتش خدمه والا شهريه ما عجبتكش؟ اللي تعطيك ساعه كذاك نحلموا بها كهاو ما نجموش تدخلوا له، اما كي تلقى خدمه تنجم راك تلقى خدمه، اول حاجه تخدم عباره عبيد في تونس عادي، يعني تلقى واحد ما نعرفش انا عادي نجم يكون عارفك قاري انت اكثر منه برشا اعوام، وقت اللي هو يعيط عليك ويعمل فيهم صحاح ويعني ما تنجمش انت تتحمل هذاك الكل، ويسوفي تحملته وانت هذاك الكل، من بعد تجي تلقى الشهريه شوي، فهمتني كيفاش؟ هاك انت ما قديش الشهريه؟ انت بار اكزومبل مثلا 400 دينار تنجم تكون سالير نتاع شباب تونسي يحب يلبس ويصرف ويخرج ويدور قديش يخدمك من ساعه؟ خدمك 8 سوايع في شتاء تنجم تخدم، يعني وقت اللي يقول لك هو يجي اخدم ووقت اللي يقول باش تخدم كل شيء راه. باش نعطيك انا بار اكزومبل، انا عندي دبلوم الكترونيك اندستريال، دخلت نخدم على اساس نخدم مانتونونس يعني في الدومين نتاعي، فهمتني كيفاش؟ وبكونترا سي في بي، يعني اللي بيرو شغل باش تعطيك 150 دينار باه في الكونترا هذايا، بعد دخلت نخدم انا على اساس باش نخدم مانتونونس، قلت لك باه كي دخلت نخدم وليت نشوف في حاجه اخرى، ما عادش نخدم مانتونونس، وليت نخدم مع كل شيء، يعني من اللي باش يعيطوا لك تخدم، كي انت تحكي معاه شنو يقول لك؟ هو يقول لك هو الكونترا نتاعك كونترا سي في بي، ما فيهاش اللي انت ميكانيسيان ولا الكتريسيان ولا بيلوت ولا اللي هو، فيه ستاجير. اعطيني حاجه في الكونترا تقول اللي انت دخلت ميكانيسيان، فهمتني؟ ولا الكتريسيان ولا اللي هو، ما عندك شيء بتبيعه في الكونترا اللي عامله لنا بيرو الشغل اللي عملته لنا الدوله، ديما يعني نرجعوا للدوله، هذاك باش نحكي باش تخدم في البريفي، فهمتني كيفاه؟ هذاك باش تخدم في البريفي، يعني ريتها الدوله نتاعنا هي بيدها اللي خلات البريفي يعفس فينا ويعمل فينا هذا الكل ويعطينا سالير شوي وكل شيء، يعني هي هذا كل من الدوله. شنو هي الفرق ما بين البريفي واللي تاتيك؟
الفرق بين الفرق بين كي جربت خدمت في الزوز؟ ليه بالطبيعه كان جيت خدمت في ليتاتيك راني باقي نخدم في ليتاتيك، يعني كي نحكي على ايتاتيك سيميتاتيك هما تاويك الكل بريسك سيميتاتيك، نحكي ستيك تيليكوم برشا حاجات ايتاتيك اللي هذوما تاويك اللي ما عندوش شكون، فهمت شناهي اللي ما عندوش شكون هذوما يحلم بهم، ولا اللي عنده فلوس اللي يدفع 7 ملايين يدخل الستيك واللي يدفع 5 ملايين يدخل الستيك، ما نحكيوش على تويكا ولا هذيك هي، يعني اللي عنده معارف ولا عنده فلوس، فهمتني كيفاش؟ وحتى كان مثلا انا واحد من الناس بار اكزومبل كان انا نقدر على 5 ملايين باش ندفعهم باش ندخل الستيك ولا تيليكوم ولا الحاجه هيتاتيك راني انا ما ندفعهمش، فهمتني كيفاه؟ يعني حتى كان انا نحكي لك على روحي حتى كان نقدر ندفعهم راني ما ندفعهمش، فهمتني كيفاش؟ خاطر انا سيدي جا وقت كي دفعت نجم نكون فكيت بلاصه عبد اخر، يعني اسمي تحط في بلاصه عبد اخر كما صارت لي انا في ديزونتريتيان اخرين عديت وبعد ما تفهمش اي حاصل وحتى لي كونكور ما تخلطش باش تعدي، فهمت شناهي؟ وفما دي كونكور صبيتهم بعديك يبعثوا لي بعد ما تدخل لعبت فيش صبيت اخر مره في ترونستو صبيت في الكونكور هذيك تاع وقتها طالبين نيفو باك تكنيك وانا باك تكنيك صبيت فيها صبيت الوراق كاملين، من بعد كي صبيت الوراق في عملت الاستماره هذيك في كونكور بانكور عملت الاستماره هذيك، من بعد كي رجعوا للعباد الكل كي مشيت نشوف انا علاش ما رجعوليش قالوا لي رانا احنا بعثنا لك باش تكمل الوراق وانت ما كملتش، وانا ما جاني حتى لا جاني لا ماين لا جاني ميساج لا جاني تليفون، يعني هذا اكزامبل صغير فهمتني شناهي؟ ما جاني حتى شيء، كيفاش انا باش نعرف اللي انا باش نمشي ننزلهم الوراق سامح، وبعد ما تدخل العباد تخدم انا نمشي نسال تقول لي ما جبتش الوراق، فهمت شناهي؟ هذا كل يتسمى فساد يضر في الشباب، خاطر كي مشي يدخل يخدم شكون هو في اللي تعطيك شكون مشي يدخل يخدم؟ مش يدخل يخدم شباب ولا لا؟ مش يدخل واحد عمره 60 سنه قال لي عاد نحكوش على انتريت ولا 65 عبيد تخدم في الليتاتيك عمره 60 سنة وعمره 55 سنة مع دام ملاديات وياخو في فلوس معاهم على 12 ملادية، فهمتني كيفاش؟ وياخو في فلوس شنو معناه هذاك الكل؟ هو مقيد يخدم وياخو في شهرية وفيك بلاست برشا شباب، فهمتني كيفاش؟ وقت اللي هو اللي نورمال مورا وخرج رتريت ولا ما نعرفش شنيا، فهمت؟ حتى ولو كان بابا راه يخدم فيها، فهمت شنيا؟ يعني انا نحكي لك باش تحكي لي على شباب يعني ما عنده حتى شيء ولا هنا. قداش عندك وانت بطلت لوجه الاخر؟ انا عندي عندي 4 سنين، اربع سنين هكاك خدمت راه خدمت برشا خدم، فهمت شنيا؟ يعني نحكي معاك نخدم وعندي فلوس، اما ماهيش الخدم اللي نحب انا نخدمها، فهمت شنيا؟ شنو تحب تخدم؟ نخدم يعني نخدم في الدومين نتاعي، نخدم ناخو حقي، نعطيك حقك في الخدمة وناخو حقي أنا اللي تعب، مش علاش ما قريت وخذي ديبلوم؟ فهمتني كيفاش؟ علاش قريت؟ يعني خذيت ديبلوم نتاعي من الأوائل أنا في السونتر مثلا، فهمت كيفاه؟ من العباد الأولانيين الكل في السونتر أنا الديبلوم نتاعي الأول ومانيش نخدم. فهمت شنو هي كيفاش؟ دونك الحل الاخراني اللي لقيته انك تخرج من تونس. نخرج من تونس اما مش معناها نحرق راه. نشوف لو بلي بوسيبل ان الطريقه اسهل طريقه اني باش نخرج بها، فهمت شنو هي؟ هكاك هذاك هو الحل. خاطر لهنا ما فما حتى شيء. باش تخدم شنو؟ باش تخدم ماكش باش تعيش. نخدم الموجوده اللي شو مش يعني تراني نحكر في العبيد اللي يخدموا في الخدمة هذيك راه هي شنية ما هي درجات يعني عبش مش فاهمة كيفاش بار اكزامبل عندك كان ما جاش البناي راه هذيا ما تبناتش وكان ما جاش الطبيب رانا نحنا مرضى الناس الكل ما نجموش الكل نعيشوا طبقة غنية وطب ونطلعوا فهمت شنية دونك فما عبيد بار اكزامبل فما عبيد قرات وتخدم في البلايص نتاع اللي ما تستحقش قرايه، فهمت شناهي؟ وفما عباد ما قراتش، فما عباد ما قراتش، اما ماهيش تخدم جمله بطاله، ما لقاتش خدمه، ما نعرفش انا حتى شد نهار حابس ما عادش يخدموا حتى واحد، حتى موشم ما عادش يخدموا حتى واحد، فهمت شناهي؟ حتى عامل اي حاجه ما عادش يخدموا حتى واحد، فهمت شناهي؟
يعني فما حل كونه هو العبيد هذيك اللي الله غالب ما قراتش وما عندهاش دبلومات تخدم في بلاصتها، والعبيد اللي قرات تخدم، والعبيد اللي قرات برشا تخدم في بلايصها، والعبيد اللي قرات برشا 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 تخدم في بلايصها، فهمت شناهي؟ وفما عبيد ما قراتش وما عندها حتى بلوس تعطي فيه وتخدم في بلايص باهيه وتاخذ في برشا فلوس، وكيف ما قلت لك.